السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز حسن. نبدأ النهاردة نطور في شكل المشروع بتاعنا. طيب، أول حاجة عايزين نعملها، لو لاحظنا إن إحنا في الشغل الأولاني كنا عاملين هنا شات بوكس، طبعا ده مش هيشتغل لأن كده كده مش جاي معاه أي دي معين فوق، فدي مش هيشتغل، فعايزين نشيل شات بوكس دي من الواحد. طيب، شات بوكس ده هنشيله إزاي؟ هنروح على الآب دوت بليت، play.php هنشيل الاخ ده مش محتاجين. دي اول نقطة. تمام، نقطة رقم اثنين، انا عايز لما اخش على شات بوكس معين، عايز لما اروح مثلا على روم دي رقم 3 مثلا، عايز ثواني بس كده، اول روم ادوس هنا، عايز يبقى هنا مكتوب اسم الروم بتاعتي عشان ابقى فاهم انا في انهي روم ولا بعمل ايه ولا الدنيا معايا ازاي. دي نقطة هنعملها ازاي؟ بسيطة جدا جدا جدا. طيب، ادي الرومز، اول رومز هبعت له الروم اي دي بالشكل ده، و هروح ابعت له تاني اللي هو الروم نيم، وده هاخده من الروم نيم اللي هي دي، كوبي بيست بالشكل ده. طبعا الكلام ده هينطبق برضو على الماي رومز اللي هي الصفحة اللي اسمها ماي رومز، هعمل نفس الفكرة بالظبط مفيهاش أي اختلاف بالشكل ده. وهروح على الاندكس، ابدا اقول له بالله عليك استقبل لي برضو الايه اللي هو الروم نيم، سمينا الروم نيم عشان بس ما يبقاش فيها اي غلطات. روم نيم اندرسكول نيم، تمام، روم نيم تمام. اوكي، اروح بقى دلوقتي على الصفحه بتاعت الشات بوكس، اروح على صفحه الشات بوكس اللي هي دي، وهنا هاجي اقول له هعمل هنا بارامتر جديد مثلا وليكن روم نيم، وده هيساوي is dot router او route dot prompts dot room name، واقول له بالله عليك حط لي room name مكان الشات، كان الشات هنا تقريبا، حط لي room name. المفروض لما اعمل refresh هيظهر لي room name بتاعت الصفحة. اروح الاول على all rooms، اختار اي روم مظهرتش، اللي بقى تعالى كده التاني، هو لسه عامل كومبايلينج، تعالى بفرش تاني my room مثلا. كده تمام اهي، one room one admin. اروح هنا على اي روم تاني هتلاقي اسمها مكتوب فوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام، طيب نجرب كده، تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طيب، محتاجين بقى نعمل حاجة تاني. الحاجة دي اللي هي، أنا عايز أول ما شخص يخش الغرفة يقول لنا إن فلان وفلاني دخل الغرفة. هنعمل الكلام ده إزاي بقى؟ بص، بكل بساطة نفس اللي إحنا عملناه لما عملنا المسجز، نفس اللي احنا نعمله دلوقتي. طيب، اول حاجة انا عايز فين اجيب او استنى فين الايفنت ده يحصل. انا كده كده هستنى الايفنت ده يحصل هنا في المكان اللي هو بتاع الرومات. تمام، طب تعالوا بقى نطور شوية في القصة. احنا كده كده مش عايزين الايفنتس دي خلاص، مش محتاجينها، استغنينا عنها خلاص. تمام، هنعمل ميثود بالشكل ده عشان بس احنا عايزين نعمل الموضوع شويه احترافيه. هناخد الفانكشن دي كده كات هنا، نقوم قايله هنا bind events اللي هو هنستنى الايفنت، يعني فانكشن بالشكل ده، واقوم رازع الكلام ده. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج النيم بتاع الايفنت او النيم بتاع الشانل بتاعتي، محتاج الاكشن النيم،
محتاج الاكشن. نيم والاكشن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، كل علي انه هنا this dot bind event بالشكل ده، واقول له ان النيم اهو والاكشن كانت new message تقريبا new message underscore message. اوكي كده المفروض الدنيا تبقى شغاله تمام، مفيش اي مشكله فيها خالص. تعال تشيك فريش الاول بس. تمام، هي طالما ظهرت بالنسبه للادمن هتظهر لاي حد، لان انا كده كده الادمن حتى الادمن نفسه الشخص نفسه انا بظهره عن طريق البوش، فكده احنا شغالين تمام. طيب نقطة بقى ان احنا نعرف مين اللي داخل ازاي. انا عايز في الريدي وهو بيخش هنا يشغل لي فانكشن اسمها this dot get me online، يعني خلينا انا اونلاين. تمام، طيب طيب get me online دي هنعملها دلوقتي. ادي get me online وهي عبارة عن فانكشن عادية خالص. الشكل ده طبعا هي ثواني ده كده غلط، المفروض هنا بس اتلخبط ده كده. حاول دايما نظبط الكود بتاعنا عشان ما يتلخبطش. طيب جيت مي اونلاين بتعمل ايه؟ هتروح تطلب لي اتش تي تي ريكويست عادي خالص. هنروح دلوقتي على بس عشان ناخد كوبي عشان ما نقعدش هات ال لا مش عايزين الاول مسجز، عايزين الاول رومز هي اللي فيها ريكويست جيت اهي. هو ده اللي محتاجه، هاخد الريكويست جيت دي كده كوبي وراح ارميه في الشات بوكس بتاعي بيست. هقول له جيت مي اونلاين. تمام تمام، و همرر رقم الغرفه بتاعتي. يعني هقول لكم همرر رقم الغرفه ليه؟ عشان عايز اعرف كام واحد اونلاين عشان اظهره لي اليوزرز بتوعي، يبقى في كام واحد اونلاين هنا. يعني انا هضرب عصفورين بحجر واحد، هظهر نوتيفيكيشن اقول ان فلان اونلاين دلوقتي في الغرفه دي او جوين الغرفه دي. تاني حاجه هزود اليوزرز بتاع الغرفه، فالغرفه دي يبقى فيها كذا. المهم الاي دي بتاع الغرفه هجيبه ازاي؟ اهو اللي هو الاخ ده بالشكل تمام، وادي ريسبونس. هنشيل دي كده هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. المهم هنروح ناخد الاخ ده نروح على الريوت بتاعتنا او الراوت. مش عارف معلق لي معايا ريوت يعني. اوكي طبعا احنا هنتعامل مع الرومز، تعالوا نعمله في كنترولر بتاع الرومز. ادي كنترولر بتاع الرومز كوبي ادي الكلام ده، اقول له جيت هات لي جيت اونلاين، هقول له روم اي دي. تمام، روح على الرومز اعمل لي جيت مي اونلاين. تعالوا نروح نعمل الفانكشن اسمها جيت مي اونلاين دي بقى. هنروح نجيب الروم كنترولر هقول له بوبليك function get me online. تمام، هبقى طبعا مرر هنا الروم اي دي. تمام، هبدا هنا اقول له اوث واليوزر هيساوي اوث يوزر بالشكل ده. طيب وهجيب الروم، هقول هنا الروم هيتساوي rooms fine اللي هو الروم اي. اوكي وبعد كده
هبدأ أرجع له ب هبدأ أرجع له هنا ب حاجة واحدة بس بشكل مؤقت، لأنها بعد كده هنعمل عايزين نرجع بحاجة تانية وتالتة. المهم أنا هبدأ أرجع له هنا بس بحاجة واحدة اللي هي return ب اليوزر بتاعك اللي أنت لسه عامله. طبعا لسه قدام هنعمل موضوع ان هو يعمل ابديت للكاونتر اللي الناس بتخش فيه في الغرفه دي. بشكل وقت احنا نقول بس ان اليوزر دلوقتي اونلاين. اوكي انا هرتيرن باليوزر. تعال نشيك كده الدنيا فيها ايه. لما اعمل ريفرش تعال نعمل انسبكت اليمنت هنا نتورك، المفروض هيبعت لي الريكوست اللي هو بتاع جيت مي اونلاين. اهو فعلا رجع لي بيه الادمن والايميل اللي جالي بالبيانات بتاعت تمام كده احنا ماشيين تمام. طيب انا رجعت خلاص بالبيانات دي، كل اللي انا عليا ان انا هبدا اقول له هنا في ال الشات بوكس. طبعا احنا كل شغلنا في الشات بوكس لسه. اقول له هنا هو از اونلاين. طبعا هو از اونلاين دي هنحتاجها بعد كده في ان احنا نعرف مين اللي اونلاين اصلا في الغرفه دي اصلا. تمام اوكي دي هنخليها فاضيه بشكل مؤقت. تمام طيب انا بقى كل اللي هنعمله ان انا هبوش دي هتبقى اري طبعا مش تبقى اري فاضيه. تمام هبوش الاخ ده في الغرفه دي. نقول له هنا this dot هو is online. تمام بقول له هنا دوت بوش الاخ اللي هو جايب ريسبونس ده ريسبونس دوت يس بالشكل. تمام طيب انا ريفرش تشيك طيب طبعا مش هلاقي اي تاثير طبيعي جدا جدا مش هلاقي اي تاثير. طيب تعالوا بقى نعمل كاونتر فوق كده يقول لنا في كام واحد في الغرفه جنب الشات كده. نقول هنا اونلاين يوزرز مين الاونلاين. هقول له هنا كاونت اللي هو الاخ اللي اسمه ايه هو از اونلاين دي. او عذرا هو اونلاين دوت لينك. طبعا كل ده لسه شغل لسه ما عملناش فيه اي حاجه. هو از اونلاين مش تبقى كده خالص خالص عمرها ما هتبقى كده. هنعرفها بعد ازاي هنعمل بعد كده بس انا بشكل مؤقت بوريكم الفكره العامه. بص اول ما دخلت بقت ايه اليوزرز دي بقت واحد لان انا خلاص عرفت ان في يوزر واحد موجود. طيب ده كان بالنسبه لي درس النهارده. هنكمل ان شاء الله في الدروس الجايه. يلا اشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم.